أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو بسيط في دقائق معدودة عن إزاي نحول رصيد من تليفون إلى آخر. تحويل الرصيد هنا يعني معايا فلوس على التليفون، مش تحويل الفليكسات. الكلام ده بسيط جدا. أنا عندي دلوقتي في الصفحة الرئيسية بتاعتي بتاعت التليفون اهي، هنبدأ نضغط على التطبيقات، وبعد ما نضغط على التطبيقات هندور على خط التليفون بتاعي، إن كان فودافون أو موبينيل أو اتصالات. الأيقونة بتاعتي عندها اهي، هنضغط عليها مرة. طيب بعد كده هنضغط عربي، وبعدين هنختار خدمات. طب اللي عنده اللغة الإنجليزية هيبقى فاهم هو بيعمل ايه. هنضغط على كلمة تحويل. طيب بعد كده هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي المبلغ. كل اللي هنعمله هنا ان انا هنبدأ نكتب المبلغ نهو، بس نخلي بالنا من شيء. المبلغ هنا احنا طبعا عارفين ان احنا لما بنشحن الكارت ابو 10 جنيه بيديني رصيد 7، وبالتالي انا لو عاوز نحول 10 جنيه لتليفون تاني يبقى انا هنكتب 7 فقط. لو كتبت 10 خلاص يبقى المبلغ قيمته اعلى من كده، يبقى انا اول شيء هنكتب المبلغ. انا هنا مثلا هنحول مبلغ 10 جنيه، يبقى انا هنكتب 10 وموافق. وبعد كده هنبدأ بيقول لي رقم المحمول، يبقى هنا هنبدأ نكتب رقم التليفون، ونركز شو كويس في الكتابة عشان لو كتبت أي رقم خطأ يبقى الرصيد اتحول لتليفون تاني. بعد ما هنكتب رقم التليفون هنضغط على كلمة موافق، بيبدأ يعمل لي رسالة برضو للتأكيد، بيتأكد مني إن أنا عاوز نحول الرصيد للتليفون، وبجيب لي رقم التليفون تاني. بنقول له برضه موافق، يعني هو كده بأكد لي ان الرقم ده هو الرقم عشان نتأكد منه كان رقم صح ولا خطأ. كل اللي هنعمله هنقول له موافق برضه، برضه بأكد عليه تاني او بقول للتأكيد اضغط 1 عشان برضو يتأكد مني ان الرقم بتاعه مظبوط، يبقى انا هنكتب 1 وارسال. او تم تحويل الرصيد بنجاح، هنقول له ماشي موافق. هتبدأ بقى بعد كده تظهر لي رسالة على تليفوني ان تم تحويل الرصيد لرقم كذا، وفي نفس الوقت التليفون التاني برضو اللي انا بعت له الرصيد هيبدأ يظهر عليه برضو نفس الرسالة. يبقى احنا كان موضوعنا موضوع بسيط عن كيفية تحويل رصيد من تليفون الى اخر، يعني معايا فلوس مبالغ مالية وليس تحويل الفليكسات. نتمنى الموضوع يكون افاد حضراتكم، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش الاشتراك في القناة بالضغط على اشتراك او سبسكرايب. طيب بعد الضغط على اشتراك ما تنساش نضغط على الجرس، ثم الضغط على اعجاب او لايك، ثم مشاركة الموضوع او شير. وجزاكم الله خيرا.